هذا وضع لي ينسى يجيب المفتاح. خمس دقائق قاعدة في الحارة استنى أحد يفتح لي الباب. أخيرا. سلامات. أفتح أنا هنا. تستاهل صح؟ الحين حسيت بشعور الموظفين اللي قاعدين عشر دقائق يستنوا، ليه تطولوا على ما تفتحوا الباب؟ والله ما أدري صراحة. منكم أربعة الفار، أنت وإيوان ومريم وإيلين. أول ما أربعة. أول قمت حتى ما. وين أول ما دقيت والله؟ تعال تعال شمس موكو يسألك. أوه. إيش مسوي نفسك أنت؟ خمني. خلينا نسوي لك سكان. إيش؟ في حبة في رجولك ما كانت فيه. هذه من الشوز لما رحنا دبي مول، من الشوز ارميز اسوأ شوز يا جماعة، والله مرة عور لي رجلي. شوفوا الصندل. اوه ماي جاد. ايها خلاص انا سويت تضامن معاكي، ما شفتيه؟ شفته قالوا لي، انا ما شفته هم قالوا لي. والله انكم كفو. اي شيء تسويه يوصلوا لي اياه. هوم سويت هوم، والله على فكرة الجو مو مرة حار. ايوه زي الايام اللي فاتت. الجو امس في الليل؟ ايوه شفته. ترى ما كان حار ابدا. ابدا، حتى استغربت. يتحسن يعني. مو زي الايام اللي فاتت. هلا 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 يا جماعه. خلونا نشوف ردة فعل بطاط على المايكرو بريدنج. قالت ليش سويت؟ قلت لها مايكرو بريدنج حواجب. قلت لها استني لا تشوفي، خلينا نصور عشان ناخذ ردة فعلك على طول مع ال... هاي جايز. اول شيء ايش بنا طالعين؟ انت حاطه بلاشر كثير ولا هو هو الفلتر؟ احس تو ماتش بلاشر. انا رجعت البيت غيرت ملابسي مره كيوت حلو وحبيت. الحين طلبت كمان مقاضي الايوان لانه الشيخ تعبان يا جماعه. البيت علينا بيبي، انا وش نصو كل شيء قررت اني اصو شباب. وسخ المطبخ امس الليل تعبت فجاه حست بالبرد وتقول لي انه صداع، فيها صداع واستفرغت، فعلى طول حطيت حبتين بنادول وقلت لها روحي نامي وحسبت انه خلاص حتصحى اليوم الصباح تكون احسن. اليوم الصباح لسه ما هي ما ادري ايش فيها. اتوقع كنت بسالك انت اكلت البرجر هذاك اللي كان في الثلاجه برجر صح؟ لا ما اكلته. هي تقول انها اكلته، قلت يمكن منه تسممت. او ماي جاد مشكله قديم، ليش اكلته؟ امس الصباح اكلته مو اليوم ما اعرف. بس لا لو تسمم على طول حيطلع بعدها بنص ساعه ساعه بالكثير. صح ما تطلع العرق. يا 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 صح. بعدين ما له دخل التسمم في البرد. ايوه صح، انه التسمم يكون مثلا عندكم استفراغ. ان شاء الله ما تكون ندقت براسها. لا لا اوكي يا بيبي تدق براسها. لا مثلا اللي اقول لك لو العرض لخبطت عليه الدكتورة بيبي. طبعا شوفوا شفايفي كيف مورمة لحد الان وما احس فيها ولا شيء، احسها متنملة مليون. فايش رايك بحواجبي؟ غريب شكلها كانك رسمتها انت، مو كانها مايكرو بليدنج. yeah. بس حلو مره لونها. بس ليه في فراغ هي؟ في فراغ؟ اي ماي جاد تحت ما انتبهت. كيف سوت لي فراغ كذا؟ طيب هذه بس مره حلوه كذا طبيعيه مليانه، يعني حسيتيها كانها مرسومه ما كانها مايكرو بليدنج. ابدا ما كانها مايكرو بليدنج ابدا. نصها ما سويتها. ما سويتها. توقعت تكنيك جديد في المايكروبليدنج لانه يطلع مبقع. فانا ضده، انا ضد المايكروبليدنج. هي امس تقول لي ما له داعي. يعني ايش كنسلت سمعتي كلامي؟ مو كلامك، كلام امه. بس يلا اهم شيء سمعت الكلام، ما يهم كلامي. والله كلام امه لانه امه اكثر فاقنعوني، يعني تخيلي قاعده تقرا تعليقات. امس والله يا جماعه جلست احاول اقنع فيها اقولها ما له داعي، بعدين يمكن تغيري لون حواجبك، تغيري الرسمه. ما تقتنع بعدين ما يعجبك، بعدين مايكرو بليدنج ما يبين طبيعي ابدا، مبينك مسويه شيء. يا 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 عشان كذا الا الشفايف، الشفايف ترى مره حلو. الشفايف مره يحلي. انا قعدت اقول لميمي ليش ما تبي تسوي في شفايفك؟ ما تبغى. ما اعرف هذه البنت غريبه. بس انا لما شفت شفايفك كذا صارت تقشر ورمت. اي هو عيب انه ثلاثة اربع ايام في البدايه تكون شفايف مره ناشفه تتقشر، بس عادي بعدين تصحي. بس اللون يفوز مره اللون طبيعي يجنن كذا على بينك، تعرف الشعور كانكم حطيتوا تنت ومسحتوه وكذا تبقى شفايفكم لونها وردي كذا مورد، هو نفس الشيء. فياس ما سويت يعني واحده كتبت ليش توبي ما بتوب توبي ما بدك خلاص. انا قالك ايش تاكد الفراغ غريبه كيف سويت لي كذا. انا من جوا اقول معقول انا مايكرو بليدنج خطوط لا رسمتها على السريع كذا.
انهم اخذوا 45 دقيقة عشان يجيبوا الطلب، بس برضو رح ألعبهم لعبة العجلة. اه والله الجو ما شاء الله مرة محر برو مع الرجال، صار يعرف التشالنج. قال صاحبي جاء عندكم يوصل وقال برو 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 how much your friend win one 500 yeah. صح. and what he said what he did with 500 did he give you 100 or no 500 yeah he keep it for himself did he make a party or something Yeah, all my friends now like they take winner 500 Aywa. And come to there all friends like taking no problem one party Domino's there. Oh! توني استوعبت عزم أصحابه في دومينوز لما فاز الخمسمية. والله your friend is good. good. But bro, we have sad news now. Yeah. You know why? We don't have 500. We spend a lot of money. Everyone comes, they win 500. Now we have... Maybe you are lucky and you will get 300. Maybe. Yes, you have 300 here. But عبد الرحمن شدها لأن آخر مرة توقف بس على 100 صارت. ملي والله؟ Yes. طيب أوكي نشدها من هنا ومن هنا. يلا برو ريدي؟ Let's go. Say بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. يلا يلا يلا. لا إله إلا الله. تبي تشوف القرآن كله ولا؟ بسم الله. أوه. يلا يلا جيب بس قاعد احركها لا بس صارت اخر فتره توقف على 100 بالله لفه انت سي يور لك عبد الرحمن يور جن سي هيز لك واتر 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 اه درهم او ماي جاد يور لك از جود هي وين 100 درهم يو وين 100 درهم الله 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 congratulations you're welcome okay brother give it back okay show is finished joking وخير روحهم رياضية والله thank you والله العجلة هذه صارت توقف على أقول لك شيء والله العظيم أول ما فتح لي الباب قاعد يضحك لي كذا ايوه قلت له كده الابتسامه شقه وجهه انا قلت له انت قلت له تعال خلاص عرفت وصل الخبر لبعضه وتلاقيه بالحيط قال لي ايوه البيت هذاك اللي يجي له ايوه انا هروح المشكله تاخر 45 دقيقه طلبت هذا وانا في التاكسي لسه غريب والله 45 دقيقه المفروض في 5 دقائق وصلوا لنا الطلب هم ما قال له ليش كانت تتحرك؟ ايوه فيها مشكلة احسها دائما توقف على 100 ما ادري ليش. خليني نقول له روح دوق باب الجيران قول لهم ما ادري كذا تحدي. لو واحد اعطيه يلا المرة الجاية. نطمن على ايوانو البيت والله فاضي بدونه. ايوان انت ما في نوم؟ بارد؟ مكيف؟ طب ليش ما في يدخل جوا السرير ايوان؟ ليش ما في يلبس هذا بلوفر؟ ودي مستشفى؟ يبغى اروح مستشفى ايوان؟ ما تبغى مستشفى تخاف شكلها انت تعبان زياده دحين ولا احسن؟ حار برد عنده سخونه يمكن ايه مسخنه يمكن يكون جاها تسمم ولا شيء والله ما ادري يا جماعه ايش الحال؟ طب انت دحين احسن شويه؟ احسن تقول انها احسن طب جعان انا اسوي شوربه الان 100% ايوانو شوربه بهارات حق اندومي هاي وان يبغى اندومي هيك عطر لا لا خلاص خلوه تريح خلاص ايوان لا تكتر هروج معاه ادخلي جوا هذا ادخلي هذا انت غطي اتلحف هذا ما في غطاء هذا ما في كويس ايوه ادخل جوا هذا ايوه هي اذا عرقت يعني وين حقك هذا البس هذا خلاص خليه تتخطر لا خلاص هي تصير طيبه البس هذا ما مشكله والله يا جماعه الخير انا اتصرف مع علي بس مع الكبار من جد والله اسمعوا يا بنات من دحين اقول لكم اي واحد يغسل صحن يستخدم صحن يغسله اي واحد يسوي اي شيء شو اسمه بنفسه يضبط ترى ما في احد يساعدكم دحين انا صح نساعدها في الايام العاديه بس ما شاء الله عليها ايوان شايل البيت شيل والله ربا انت ربا صح ربا
لو سمحتي نقصي لنا من هالسكيبات هذه. ما شاء الله اسمعي كيف دوبني يقول ثنتين صورتكم ايمان مريضه ورحمن الصباح يقول لكم ايمان مريضه وانا لما رجعت البيت قلت ايمان مريضه ثلاث مرات يعني حتى اللي ما يبغى يسمع سمع الله يسامح ايمان مريضه يا جماعه عندها ما ادري ايش عندها بس عندها احيانا تبرد احيانا تقول واني 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 يقولوا لي ايوان مريضة يا جماعة انتوا شكلكم تسوي سكيب وما تشوفوا ايش قاعد يصير فعشان كذا حرام عليكم انا صورت ألف مرة واميرة صورت وميلي يمكن صورتي ولا لا؟ لا اوكي يعني صورنا كثير قلنا لكم ايوان مريضة ووريناكم هي والحين لما سوينا ارجع لما سوينا الدراما ليش ايوان وينها؟ ايش فائدة ايوان وانتوا قاعدين تطبخون تنفخون تسوون كل شيء وهي قاعدة تاكل تشرب لا مسكينة مريضة عشان كذا خليناها تفتح مسكينة مريضة واليوم انا وانتوا كلنا فريق واحد راح ندلعها زي ما تدلعنا هي دائما انا افكر نسوي لها شوربة اندومي مهروس خلاص اوكي وحي قالت لي سوي لها شوربة اندومي خلي المرقة فيها هذا اللي تهرس الجسم حق العدس عرفتي لا هي اسمع يعني عندها لا والله انه ليش تهرس للاكل لا سوي لها اندومي ما ينفع انا علي العصير ادرهم عليك العصير انت سوي لنا كذا الشاي صحي دور في انت عليك الحلا الصحي انا حسوي لها عليك الغداء بطاطس صحي ايوه صح انا حسوي لها شوربة صحية هذا الشربة امي دائما تسوي لنا اياها وقت الامراض جميلة زبادي ولا لا هذيك صح لما تحلق لا 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 شربة صحية وقت الامراض هذه شربة خضار مع دجاج مع نحط لها ثوم عشان يعني شربة كذا تمرضك زيادة اه قصدي انت خليك ليش حتسوي لنا شيء سوي لنا شاي زهورة بطاطس مهروس شاي زهورة تعملي لها لكم لا ما حلقة شاي زهورة هذه الاشياء لما يكون حلقة هيوجعها هي حلقة ما يوجعها هي ما ادري تقول هنا يوجعني او شيء مين راضي تروح المستشفى تقول لها نوديكي تقول لنا لا ناخذ اسمع شوف ناخذ ابره احنا معها تضامن اشوفها تبكي هي تقول لنا انها صارت احسن شويه نحن نشوف لين الليل طابت اذا ما طابت حسناها او صار الوضع اسوء نشيلها نوديها المستشفى هذا يلا ميبي انت سوينا شيء ينزل السخونه اكثر في الجو ولا ايش اكثر الجوجل شيء ينزل او ماي جاد شوفوا المويه يا جماعه اللي طلعت من الورقيات هذه والعنب بس الورقيات اكثر شيء تسبب تسمم اي والله من لا جد لا ما تسوي تسمم هذه مناعه هذه مناعه شعرها تراب ووسخ هذه مناعه تشرفك شيء ميمي طبعا تقشرنا البطاطس الحين لولي قفل الفريزر تقشر تمسك البطاطس انا اجيبها كذا مره واحده لا انا عس بس اسرع ايش الاسرع انت حق العصبيه لا مو العصبيه السرعه لا عندها صبر هي السرعه لا هي تمسكها كذا انا بخلص سرعه مو زيكم انت تطبخ فطور ثلاث ساعات ميمي والله شوف قشيت بطاطس ستيك اي هذه مستعجله اميره مستعجله الحياه عجله بسرعه الحياه عجله الحياه قصيره ايوه هو ده نجهز مكونات الشوربة يا جماعة وميمي هنا افتكرت انه جبنا هذا الجهاز ونسيناه yes. القطاعة قصدي فقاعدة اجرب عليها حطي نص ممكن اوه نص ايوه قصيها نص ما ادري وينه يلا واحد اثنين ثلاثة ميمي ايوه تو تعاونوا نفسكم حلو بس ادري ليش الاخير يمكن لازم كده دقيها لا هي ناشبة لأنه بس هذا ما تنفع للشربة البطاطس ما هذه شربة بأصابع البطاطس مو في شربة لسان عصفور ايش التقطيع هذا المختلف هذا بيبي تقطيع وهذا تقطع الآلة بس مريحة كده بس أيوة. واحدة تقطع كله حلو ياس والله حلو خلينا نجرب الجزر هذه طيب ايش هذه هيطلع طويل برضه هذه اللي جربتها قبل شوية أكثر هذه ما أدري حق ايش بيض طيب يا جماعة رح أسوي نوعين شوربة نوع شوربة مرة صحي اللي هيكون لي هيكون فيه بس شوية بطاطس يمكن قد كذا والباقي رح أكتر فيه خضار قد ما أقدر والشوربة الغير صحية هتكون فيها بطاطس مرة كثير وما هيكون فيها سبانخ ما هيكون فيها ورقيات تبوا بروكلي في حقكم الشوربة ولا لا؟ أنا عادي ما عندي مشكلة كي رح أطلكم بروكلي كمان فرح أقطع بروكلي كبارها زهرة زهرة صح يا ريتني طلبت زهرة يلا عادي في حقي شوربة كمان راح احط كروم يعني هتكون تشبه الشوربة الحارقة بس هتكون فيها دجاج صراحة اللي سويناها ذيك بدون دجاج مرة ما وحارة كانت ما ادري ليش
في واحدة يقول لك عندها سفنجة قديمة هي ما تبدل السفنجة. إيه صار التهاب في الكبد. إيه؟ التهاب في الكبد. لا ما بدلتها فترة طويلة قاموا فحصوها حصلوا فيها بكتيريا تساعد إنه الكبد تلتهب. لا بكتيريا يعني إيش أقول لك مشكلة ما ينفع الكلام يعني بكتيريا حق براز حتى. What؟ يعني تكونت فيها تخيلي. وانها سامه ارميها بسرعه يعني سامه للدرجه خطيره. او ماي جاد يا جماعه هذه الاسفنجات هذه بدلوها دائما اول باول تمر عليها كل الصحون والكاسات وتركبها رطبه وفيها اكل. هذه لها يومين يومين انا اغير. واذا تبي تعقمها تحطها في الميكرويف. إيه؟ اميره اميره اول ما زوينا كانت تغيرها اول باول كنت خاصبها اقول لها يا شيخه نظيفه ما فيها ولا شيء تقول لي لا يخليها ما كنت اصدقها. إيه. والله وعندكم طريقه اذا ما تبوا ترموا يعني انه كل يوم تعقموه تحطوه في ميكرويف 30 ثانيه تتعقم. إيه. بس مره هذه بؤره للميكروبات مره قويه هي ومنشفت الجسم وليفت الجسم. ليفت الجسم يقول لكم فيها يعني انتوا قاعدين تنظفوا نفسكم بليفت الجسم تنشروا نفسكم بالبكتيريا كمان. ليفة الجسم مرة تمسك بكتيريا بطريقة مو طبيعية. فالأفضل تمسوها مثلا صح؟ لا يستبدلوها. أنا طلبت يمكن وصلت بوريكم إيش الليفة اللي تستخدموها تكون ليفة سيليكون مو الليفة العادية تكون سيليكون. أنا ما أخذ الليفة حلوة والله شوفها ما تجمع فيها. أسمع الليفة الحديد حق الصحون مرة كويسة ترى. إي صح 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 ما تجمع فيها بكتيريا. تقشير عميق للجسم. بعدين لما اقطع الدجاج لوحة الخشب احط لها بيكربونات الصوديوم هذه اللي صورت لكم اياها. بيكربونات الصوديوم اسمه هو ليش بيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم. تيجي علبة كده اورنج كبيرة تاخذوها في من انواع في سعرها مو غالي ابدا. وبعدين خل انا اجيب خل يعني كمية حجم عائلي اي حجم عالي وكذا احطه. شوفوا قربي قربي عشان نشوف الصوت يسمع الصوت. نبدأ أول شيء نجيب زي زيتون لأن الناس صحيين أوكي. بعدين نجيب هذه نحطها هنا عشان نبغى نفلط نقدر مكان البلعقة. وننزل البصل نص هنا ونص في القدر الثاني لأني راح أسوي شوربتين مو واحدة. واحدة تكون إكسترا صحية واحدة تكون يعني شوي خراب. عبد الرحمن اشوف شكلك بالمرية. لا نايس نار شرارة. لا احب لا تسوي اطفق اللي يكون المشكلة اللي بسها بعد ما خلصت العصير اللي اخذ 20 لا تخلي الثوم يتحمر فترة طويلة يسوي مرارة بس كم كمية قليلة هذا كله هذا اللي اعطيتيني اياه كله. أوه. حتى القشرة فرمت. طبعا هذه الشربة ايش ياخذ وقت التقطيع والتجهيز. هذا مرة ياخذ وقت عبا ما تقطعوا الدجاج وبتقشروا بس بعدين حرفيا حطوا كل شيء مع بعض ضيفوا له مويه وشربة الأضرب هذه مرة تحل الطبق. اي صح صح حتى امي تسويها. يا مرة مرة تحليها. بس عندي سؤال ليش الشوربة لازم يكون القطعة فيها صغيرة؟ ليش ما نقطع زي بطاطس نقطعها اصابع؟ عشان تستوي اسرع. وكيف حتاكليه بعدها كذا كبيرة؟ زي الاندومي كيف الناس تاكله طيب؟ طويل. هذاك اندومي لانه نحيف. تخيلي تاكلي بطاطس بملعقة كذا تاكليه. الا يزبط بطاطس يتاكل حتى بملعقة غرف. ما علينا نرجع لمحور حديثنا. حطينا الجزر ونحمر الجزر كمان عشان يعطينا كذا حلاوة. دقيقة دقيقة. هذا إذا طلع حلو أقول أنا اللي سويته. طب هذا حقها هي مو حقنا. هذا حقها هي. لا لا حقها. أنت مشيها يا أخي ما في فايدة. سووا نفسكم ما سمعت. ليه قاعد تدري يا جماعه حطيت البطاطس وحطيت الدجاج وحطيت عليهم مويه. راح نحط الخضار هذه اخر شيء لانها ما تاخذ وقت. هذه الخضار مثلجه بسرعه تنطبخ.
اول وجبه لي اليوم يا جماعه الساعه 6 وانا ما اكلت ولا شيء. يا رب اوقف بكره على الميزان والاقي نفسي نزلت تعبت وانا اشوف رقم 64 على الميزان كل يوم. فعشان كذا اليوم الصيام كان شويه اكثر من العاده، العاده الساعه 3 الحين الساعه 2 اكل، بس اليوم اشوف الساعه 6 ولسه ما اكلت ولا شيء. فحشرب الحين مشروب الكولاجين والبلو بيري وفيتامين سي والبروبايوتيك، هذا هو. وبعدين راح نشرب العصير لانه عصير افضل نشربه على معده فاضيه عشان نستفيد منه اكثر. اوكي يا جماعه الحين راح نضيف شوربه الاضرب، هذه راح تخلي شوربتكم غير صراحه، هي اللي تحلي طعم الشوربه هذه. عندي نوعين، النوع بالمكرونه وعندي نوع بالخضار. راح ننزلها كذا، مرة تحلي طعم الشوربة بطريقة مو طبيعية. لو بدونها الشوربة تكون عادية زي الشوربة الحارقة اللي سويناها. ليش كل شيء توسخ لما يوقف تكون فيه؟ والله يا حبيبي تقولي انت طلعتي مليون ألف صحن، انت عارفة مين راح يغسلهم؟ ما عليه ما عليه ميمي. هذه ايش قصدك؟ ما عليه كلها اللي تبيها. براكتس لك عشان تتزوجي بعدين. ما ابغى. مين ما انا اعرف اتزوج، ما اعرف اتزوج، اعرف اغسل الصحون، اعرف اتزوج قاعد حتى كله جت من كثر سبت الزواج يكون هو اللي يطبخ من جد من الاخر. طيب راح نضيف الخضار، هناكل من برا خلاص تقريبا صار كل شيء مستوى عندنا. هذا الخضار ما تاخذ وقت، اللي انت عشق شيء اسمه دوره فراح تحصلنا دوره مره كثير. انا بسوي حلقة اميرة تعدل من جهة، عصيرنا جاهز، اميرة تعدل من جهة وانا اخرب من جهة، حسوي حلقة رايس كريم. ليش يا ميمي ليش؟ حرام عليك يا ميمي، اقلع فينا يا شيخة وفي دايس. كمل غسيل صحون بالوزن اللي مو راضي ينزل. ايش تغسل صحون؟ ترى طبيعي. ايش رايكم نغسل في غسالة الصحون؟ اول طيب بالنسبة للشربة حقي راح احط فيها الكروم اللي قطعته. مرة ما هنعيش المطبخ، أنا بطلع منه بس عودت. أوكي. أخيرا رح نشرب العصير اللي سوالنا إياه عبد الرحمن. عصير أخضر اليوم، قول لنا مكونات العصير إيش؟ مكونات هو عبارة عن برتقال، أيوة، تفاح، خيار، زنجبيل، جرجير، ليمون. ليمون بقشره كمان، عشان كذا طلع اخضر لان كل مكونات خضراء حتى التفاح اخضر. التفاح اخضر كان. اوكي. بس كم حبه هذا الحمراء؟ جاي كمان الحين. لازم اخلي الايوان كاسه كمان عشان غريبه كيف يعني مع العصير هذا المفروض ما في احد يمرض لانه ما شاء الله مناعه فل هنا. هذا لي؟ بس شكرا ايوان شكرا. يعني تشرب عصير وتخربها بعدين باقي الاكل اندومي وخراب. ودوريتوز وبطاطسات 1 2 3 ريدي جايز. والله لونه مره حلو، احلى لون عصير سويناه. كيف؟ بس في له شيء كذا حامض. الليمون كثرت بس والله. الليمون؟ لا مو كثرت عشان سواك بقشره. شوف هاي تحرقني لا. احس كأنه قشره. بس والله ما ادري. لا مو هنا احس كأنه في له كرفس صح؟ كأنه في له طعم كرفس بس هو ما في له ابدا. كرفس ولا كرفس ولا ايش اسمه؟ شكله احنا متعودين عليه. بسبب المايكرو بليدنج هنا شفايفي مره تعورني. ايش هو المايكرو بليدنج؟ انت حاط لصق اليوم على شفايفك وما تعرف ايش سويت. انا حطيت تضامن بس ايش سويتي ما ادري. عشان شفايفك كل لونها كذا بينك، ما احتاج احط روج. تزيد معاك. والله في ناس مساكين شفايفهم لونها بنفسجي. سواد. سواد. سواد حوالين الفم عادي. سواد. اللي يدخنوا يكون شفايفهم لونها بنفسجي او بني غامق عادي يعني لو رجال سواء مو غلط يعني صح ولا لا؟ ايه هي توريد كمان توريد يعني انا ما احتاج شفايفي ورديه من ربنا. صار العصير لذيذ. حنعطيه ايوان مع الشرب. حبيبي قاعد اسوي حل الحين حصور لكم ايش قاعد اسوي. انا راح احط هنا البروكلي وراح نحط الخضار المثلجة. على فكرة هذا القدر كله على بعضه يمكن فيه
300 سعر بالكثير، لانه الخضار اقل شيء فيها سعرات. يعني لو كتبتوا مثلا كيلو جزر يطلع لكم مره سعرات قليل، الا مثلا بطاطس الذره هذه فيها نشويات، بس الورقيات الكروم مره سعرات قليل. فاذا تبغوا مثلا شيء تاكلوه كذا صحي وتاكلوا قد ما تبغوا وعادي ما تحس بتأنيب الضمير، الشوربه هذه. فانا عشان كذا سويت الكميه عشان اكلها اليوم وبكره، وانا متاكده انها تكون احلى من الشوربه الحارقه اللي سويناها هذه كذا. اهم شيء لا تحط فلفل كثير، ما راح تحط فلفل ابدا. احسن. انا حكيتكم هرجه الرز ولا ما حكيتكم ايه؟ ايش هرجه الرز؟ يقول لك انه الرز مره مو كويس، خليه اكثر من 24 ساعه. والله العظيم. هذه يا علي يكذبوا علينا عشان شو اسمه؟ ايش هذا؟ عشان نخرب الرز بسرعه عشان نرميه ونقعد نشتري رز كثير. لا شفت واحد يقول نفس الشيء. لا اللي عارف البصل والثوم مو كويس تحطوه في الثلاجه. الدجاج كمان وما يرجع يتسخن. انت عارف انه البصل يقول لك القشر حقه او البصل اذا قاعد في الثلاجه واحد منهم 11 سنه خضار. انه في له مادة يستخدموها في سرطنة الحيوانات، يعني لما سووا تجارب على الحيوانات شايفة كيف يخلوهم يجيهم السرطان؟ جيبوا بصل حطوه في الثلاجة. لا مو بصل، في مادة من البصل تطلع حاجة لما يكون قاعد في الثلاجة فترة طويلة أو في القشر حاجة أكسدة غازات حاجة. مهم يقول لك يعطوها شو اسمه القفارة والأرنب في 15 يوم يجي له سرطان كبد على طول. اوه يا جماعة انتبهوا، حطوا البصل في الثلاجة والثوم والرز ما تحفظوه أكثر من 24 ساعة. هاي جايز، عدنا إليكم من جديد. هنسوي أسرع حلا وأبسط حلا وأدسم حلا في الحياة. دوبت هنا جلاكسي، دوبت الثلاث حبات من هذول الكبار، وهنحتاج كمان هذا الرايس كريسبيز. بس تخيلوا مكونين بس ومرة لذيذ للناس اللي أصلا في منه جاهز. الجلاكسي هذاك لونه أحمر، نفس الشيء ترى نفس المكونات. بس جلكسي. إحنا ناس صنعة اسمه جلاكسي المقرمش. إيه الأحمر كذا. في عرفته. أوكي. ميمي. ما عليه، أنت ما حد شافها تفضحيني قدام المتابعين. ونقلب زي كذا. طيب بعدين هتكوري؟ متحمس. إذا يتكور هنكور، إذا ما يتكور ما عليه بالملعقة نسويها. إيه لازم نزود. بس. ترى نفس الحالة اللي يسويه سندوتشات الايس كريم. اوه في سندوتش ايس كريم حط عليه من فوق؟ في؟ ايوه. لا والله في اول شيء ايس كريم سندوتش بعدين حط هذا فوق. مشكلة ما في ايس كريم سندوتش كثير، بس يمكن واحد بلا شيكي. شوفي انا شيء شفت امس واحد وكنت حزرفه صراحة، كنت بلاقي ما زرفته. ورا فوق ورا اخر شيء على اليسار على اليمين حافظه حتى مكان دهار. بس جيبيني خطوة ما يمنع. انت الحالة اللي تسوي ما يحتاج تشكيل صح؟ لا اطيب الصينية كلها. حلو. يا شوفي شكله كيف يجي. بس بعدين لما يكسى يصير مرة ما ينكسر حتى. قولي والله. يا الركس يكسر طريقة. شوربة. لا قولي كيف تقولي. شوربة. ما في احد يقول شوربة. ايش شوربة؟ شوربة. لا تعال. ما شاء الله. شافت ساندويتش واحد حتقسمه هنا نصين. وحاطه زي ما هو بدون قطع صغيرة ولا احد. ايش الحل الغريب هذا اللي حيطلع؟ الله اعلم. صح عادي يسوي الوصفة هذه لأني. شوف الوضع على الايس كريم. اشوفك تفيد يدك على ايه حيفيد. انا ندوق يعني. هي لا. شكلها ما مضبوطه بس نحن ندوق يمكن نغير راينا. لا صح يمكن يقول صح. انه الشكل ماش بس الطعم حلو. ايوه يعني شوفي الطعم حيكون. انا اسوي اشياء شكلها ماش. اسمعي اول شيء هذه وصفتي انا اسويها من ايام رمضان اول مره سويتها، هم عارفين هذا الشيء. وصفتك لما كان في ايس كريم كثير مو حبه واحده. ايه يعني نفس الوصفه، ايس كريم سندويتشات رايس كريسب وجلاكسي تحطوه في فريزر. يا جماعه والله انه لذيذ، بس انت لا تحطي كل هذا مره كميه كبيره. يعني ناس تسوي شوربه صحيه هنا وكذا، وناس تسوي حلا واشياء. وحان وقت نخرب الشوربه ونحط لها كيلو ايش؟ سبانخ. اوه ماي جاد، الحين هذا اللي حيخرب طعم الشوربه بس.
ما عليه، اهم شيء الفايده صح يا جماعه. انا زي ابوي كذا، والله ابوي لو يطبخ شيء يهبط فيه كل الخضار في العالم. يا رب ابوي ما يشوف السنابات. انا عديت منه، الحين صرت اسوي نفس الشيء، كل الخضار في العالم قاعده احطها هنا. اوكي ما حطيت كل الكميه، حسيت تو ماتش، حزمتين يعني سبانخ حسيت حيكون مره كثير. وهنا قاعد اسلق دجاج للبنات لانهم كمان ما يخلونا ناكل اصلا. والله من جد قاعد اكل. ايه ميمي خلصت حطته بالفريزر، نستنى تقريبا كذا ربع ساعه يصير جاهز. صار جاهز. واو ايش الاشكال الهندسيه هذه؟ ما ندري. لا شوف مرتبه هنا، بس هنا رسبر انا كميه كبيره. يلا شربتنا صارت جاهزه، شوفوا الجمال اللي هنا، فيها كل انواع الخضار والدجاج والمرقه حقها مفيده. يامي. طبعا حطيت لك توم كمان عشان ايوان تتغذى. يبالها بس الاخضر كمان. انا لما امرضي بتسوي لي كذا. يلا تعليم لها درس. ما شاء الله ما شاء الله. ايوان ايوان ما شاء الله ما شاء الله. انت كويس ايوان؟ احنا نجيبي اندومي. اه مو اندومي، انت كويس عشان انت يصير قوي ما في يمرض. لازم ياكل هذا كله ويشرب عصير كله. هذا مرة هيلثي. شوية شوية. ما قاعد. القلب. نحن كله يبكي وين، كله يبكي بدوني حتى يبكي. عادي عادي. أهم شيء إن شاء الله أنت تكون كويس، صح؟ يلا كلي وين. إذا أنت ما في ياكل هذا مو كويس. لازم يشرب مويه كثير كمان. يبغى ليمون يبغى. يا جماعة مين مصرة تخرب الدايت حقي، وأنا إنسانة ما أقدر أقول لها الحالة خاصة. فراح آخذ واحدة وأقسمها نصين. وحاخذ بس هذه القطعة، يعني تتوقعوا كم فيها سعر؟ يمكن 40-50. الصوت 300 قلت لي. أوه ماي جاد فنان. واو ومرة سريع بس قاعد يذوب. مو لذيذة. الناس اللي يحبوا الاشياء المقرمشه لا تفوتكم. المقرمش مع الحالي وموزونه، ما تحسيها كذا ثقيله صح؟ وكمان الشيء لذيذ لان بتسوي بعدين البطاطس المالحه مع مره حلوه هذيك تفوتكم. بعدين حقول لك شيء، ترى المفروض ما تكون مره دسمه، حتى يقول لك اذا انت مثلا مسويه دايت وتبي تاكلي شيء حالي. أوكي. كل الشوكولاته اللي مثلا فيها ويفر او بسكوت. لان حتكون كميه الشوكولاته اقل، هي نفس الشيء. يعني اغلبها منفوخه من الرايس كي. انا مش ترجع نفسها عشان تخلصها كله. ياي. بالعافيه. كيف كم من 10؟ مليون والله. صحنا صحيه وانا ما احب الاشياء الصحيه، بس انها مره لذيذه مره حلوه. بالعافيه. ايش هذا؟ هذا ورقه من الشجر. خلاص هذا شكلي حرميه خربان. ها لولي كيف الشربه؟ Is it good? So good. 1 million out of 1 million out of 1 million out of 1 million billion trillion. ما شاء الله التقييم هذا الفنان. يلا طيب شوفي، التقييم هو شيء ولما تخلص الصحن كله هو شيء ثاني. I want to see your plate empty. Okay. 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 بسم الله خلينا نجرب الشربة. عبد الرحمن قال إنه ما يبغى شبعان، فإحنا حنجرب الشربة الصحية اللي سويناها. بسم الله. بس بنات. ممنوع. مثلاً عبد الرحمن أكل قبلي وشبعان. بس هذا شيء حلو إنه إيش ما يأكل إلا هو جوعان. أنا شفت أكل آكل حتى لو دي ماكلة. لا هذا لما تكوني مرة تحب الأكل. هو هذا قوم لا ناكلوا حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. حجب اللي ما